السادس ياتك في 6 افتتاحات بالفيديو كونفرنس. الافتتاح الاول محطة تحلية مياه البحر بمدينة نويبع، طاقة 15,000 متر مكعب مياه، يفتتحها المهندس محمود محمد معوض مدير الموقع، والملازم اول محمد عمر فتحي المشرف على المشروع. أيوة يا فندم. محطة تحلية مياه البحر بأبو زنيمة، طاقة 20,000 متر مكعب على اليوم، يفتتحها المهندس محمد محمود الخولي مدير المحطة، والملازم أول محمد القذافي حسن المشرف على المشروع. أي أوامر فندم. محطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب، طاقة 15,000 متر مكعب على اليوم، يفتتحها المهندس مصطفى حسين زيدان مدير الموقع، والمقدم محمد فتوح المسيري المشرف على المشروع. ايوه يا فندم. محطة تحلية مياه البحر برأس سدر، طاقة 30,000 متر مكعب على اليوم، يفتتحها المهندس بيشوي عبد الله جورجي مدير المحطة، والنقيب اسلام مجدي السيد المشرف على المشروع. محطة طرمبات رافع مياه شادر عزام، طاقة 400,000 متر مكعب على اليوم، يفتتحها المهندس مصطفى حافظ الحسيني مدير عام محطات بورسعيد ودمياط، والنقيب أحمد شعبان عبد الخالق المشرف على المشروع. أيوة يا فندم. محطة رفع طرمبات السلام الرئيسي الجديد، طاقة 5.6 مليون متر مكعب على اليوم، يفتتحها المهندس خالد محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لمحطات شمال وشرق الدلتا، والملازم أول كريم نيازي فاضل المشرف على المشروع. المشروع.
أي أمر يا فندم؟ أي أمر يا فندم؟